هي حصلت يهددنا بالمسدس كمان؟ طول بالك لما نشوف اخرتها معاه. قصدك نشوف اخرتنا على ايديه؟ ده باين عليه سفاح مجرم عتيد الاجرام واحنا مش دريانين، ومش بعيد تطلع في دماغه يقتلنا. يقتلنا ده ايه انت راخر؟ انا ابتديت اخاف منه بجد يا اخي، دي كلها حركات حركات اجراميه. ما شفتش منظر عينيه اللي بتطق شر وشرار وهو بيبرق وماسكنا للمسدس وبيقول انا الصاب اللي خسع معايا او يخلى بيا مش هيلاقي غير رصاص مسدسي في قلبه. بيرسم نفسه علينا، اكمننا بنلعب على ارضه. طب والله ما انا لاعب، وهقوم اهرب على مصر دلوقتي حالا. يا سلام عليك يا عادل، احنا مش ناقصين مشاكل يا اخي. شفت ازاي انك خايف منه؟ خد لك حبايه مهدئه عشان تهدي اعصابك وتعرف تنام. حبايه؟ ده انا ببلبح حبايتين كل ساعه. طب لو سمحت اديني حبايتين من اللي معاك. شكرا شكرا. اسمع كلامي وقوم بينا نهرب على مصر وننفد بجلدنا. انا قلبي حاسس ان العواقب سيئه. مفيش أسوأ من عواقب الفقر، اللي هيذلنا لو ما كملناش الطريق. الفقر أهوى من الفضيحة. هو في أكبر من فضيحة الفقر؟ قفلتي باب الفيلا البراني بالمفتاح زي ما قلت لك؟ أيوه. أروح أحضر لك لقمة تاكلها. بعدين، مش دلوقتي. البضاعة اتصبرت في المية خلاص. قوم بسرعة انت وهو. ايه؟ في ايه؟ البوليس كبس. يا خيبتي القوية فيكو، ما تجمدوا شوية. الجبن بتاعكو ده ما ينفعنيش. كل واحد يلبس بدلة من دي بسرعة. ليه؟ البضاعة وصلت واتصبرت في المية، ولازم نشدها الليلة من جوه البحر. من جوه البحر؟ ايوه، هتنزل دلوقتي، وفي أقل من خمس دقايق تكونوا لابسين البدل دي وجاهزين. لا، أنا لا يمكن أنزل البحر دلوقتي. بتقول إيه؟ إحنا ما اتفقناش على نزول البحر كمان. بكرة هيطلع ملتم. ميتم؟ ملتم، يعني بين لحظة والتانية الموج هيعلى والريحة تزيد، ولازم نسحب البضاعة قبل ما تشرق ولا تغرب وتتوه عن مكانها وتضيع في البحر. يا كمال اخرس! اللي مش هينفذ أوامري هقتله. وبعدين بقى، ما تهدي نفسك أمال يا كمال، إحنا مش ناقصين شدة أعصاب يا أخي. البسوا البدل. خلاص هنلبس البدل، هنلبسها. ايه بالهداوة ابو كمال، خليك حنين علينا شوية. قبل خمس دقايق تكونوا جاهزين. حاضر اخويا، تحت امرك. هو سبق قال لنا اننا هنجيب البضاعة من جوه البحر في نص الليل. قال اننا هنجيبها من البحر وبس، لكن ما قالش اننا هننزل البحر في نص الليل. طب والعمل؟ انا كنت فاهم اننا هنقف على الشط ونستلم من على البر. هنتصرف ازاي دلوقتي؟ نقول له ما بنعرفش نعوم. ليه؟ هو غريب عننا؟ ما هو عارف اننا بنعرف نتهبب وبنعوم زي الجن. نعرف نعوم بالنهار بس، لكن نعوم بالليل ده ما نعرفوش، ما تعلمناهوش. سهله. حاضر حاضر اخويا، حاضر ابو كمال. مفيش فايده، بحر قدامنا ورصاص كمال في ظهرنا. البس يا استاذ، البس، يا ريتنا نموت ونرتاح. فهمت هتعملي ايه يا رؤى؟ فهمت. هتقفي هنا في البلكونه وتراقبي الشط كويس، ولو لمحتي اي حركه جوه البحر هولع نور البلكونه واطفيه مرتين. طب لو شفتي اي حد على البر؟ هولع نور واطفيه ثلاث مرات. تمام كده، وفتحي عينيكي كويس يا رؤى. طم دي شغلانه سهله قوي. متهيألك ده انت النضرجيه بتاعتنا. نضرجيه؟ اه، يعني عينينا اللي بنشوف بيها الخطر. دي اهم شغلانه، وكان بيقوم بيها ابويا الله يرحمه بنفسه. ما تخافش عليا، بس وحياتي عندك يا كمال. ايه؟ خد بالك من نفسك. العمر واحد يا روح. ما هو ده اللي مخوفني. محدش بيموت ناقص اجل. بعد الشر عليك. للدرجه دي خايفه عليا؟ هو انا ليا في الدنيا غيرك؟ ربنا ما يحرمنيش منك ابدا. ويخليكي ليا، يا احلى هديه من ربنا. خد.
البس دي. ليه؟ عليها اسم ربنا يحفظك ويرجعك ليا يا سالم غانم. ماشي كلامي يا حلاوه. كان هيجرى ايه يعني لو كنا نزلنا بقارب بدل يجرى ان غفر السواحل يلمحوا القارب ونروح في 60 داهيه. يا ساتر يا رب. اجمد شويه خلينا نخلص. الحكايه كلها 2 كيلو عوم رايح جاي ولازم ننتهي قبل الفجر ما شقشع. ده اذا كان هيشقشع علينا فجر تاني بقى. بس مش عاوز كلام. حاضر حاضر اخويا. شكرا هينزل الاول وانت وراه. واشمعنى انا الاول؟ قلت مش عاوز كلام. باب المناقشه اتقفل. نفذ الامر بسرعه. حاجة تهدي أعصابه وجرأه شوية. مين؟ أنا؟ أيوه أنت. أمال دكتور أعصاب إيه ونيلة إيه؟ يا كمال هي هاز النيرفس شوك. نعم يا أخويا. يعني عنده صدمة عصبية وماله عالجه. خليه يقوم مفيش وقت والبضاعة